سي حسن، بقى مساء سعيد في هذا البث المباشر. بغيت تحدث لنا على الارتفاع ديال الاسعار ديال اللحوم وديال الخضره ديال هذاك الى غير ذلك، وبغيت تحدث لنا في الشق الاخر على الاضرابات ديال الاساتذه والتلاميذ اللي راهم ضايعين. وشنو سي حسن؟ بسم الله. بسم الله سيدي. نبداو بهذا الشيء نتاع الاسعار تاع اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء. انا نهار الحد اللي فات مشيت لسوق الحد في غسلان، اللحم جبتو ب 70 درهم 7000 فرنك. هنايا عندنا في مدينه تاع حفير اللحم داير 100 درهم للكيلو 10000 فرنك. الرسال ولا الدواور ما بقاوش يبانوا، واش راهم يشيفتهم في الانترنت ولا هذاك حساب اخر. دونك باش غادي تشري اللحم ب 10000 وتخدم ب 10000، كي غادي دير باش غادي تشري الزيت داير 10000، بطاطا دايره 8 دراهم 9 دراهم، والبصله 7 دراهم، اللي تشيل 160 دورو. الخدمه ما كانش، الحدود مبلعه، يعني بقينا بحال ذاك الحوت نتاع لاكوريوم اللي يديروا لنا القوقا ويربيو لنا بالاكسجين. هذوك راهم يربيونا بالاكسجين. الخدمه ما كانش، الاسعار مرتفعه. انا عمر ما شفت اللوبيا ولا تيديروا 500 دورو للكيلو، واش الحمص كان يدير 500 دورو؟ هاد الاسعار ولا راه جاي من عندك السي اخ نوش رجل روحك، راه بقات لك 3 سنين وراه غادي تلحقك شي مصيبه على هاد الاسعار اللي راك داير لهاد الشعب. ما عندنا غير هاد الاسعار فودو. هاد التلاميذ اللي السنه تاعهم راه غاديه تفوت بيضاء، كل يومين 3 ايام يديو سيمانه 10 ايام، يومين 3 ايام يديو 5 ايام 6 ايام. واش هاد القرايه هادي فوقاش غادي يديروا يديروا التلاميذ يحفظوا ويقراوا ويوصلوا؟ العام راه فات بيض. السي اخ نوش الى انت يا وزير الاول وزير الدوله، خصك تراقب المعلمين، تراقب الاسعار، شوف دراوش اللي عايشين واللي ما عايشينش. انت يا ما رانيش فاهم هاد التريسه اللي راك مريس وزير الدوله. الله ينصر سيدنا، والله ما يسيرنا سيدنا، الله ينصره والله يطول عمره. اما لو كان جات عليكم نتوما او الله حتى نبقاو نفليو القرد بالنص. اش عالم وزير جا؟ اجا اليوسفي، جا موراه دوك بن كيران، جا الدكتور الفاسي العباسي ولا كيقولوا له، جيت انت غير اللي يضرب 6 سنين ويخليها مرونه ويجي غادي. والله ما ديروا حاجه، تضربوا ديك جوج منايل ولا 3 منايل و 800 ولا 20 مليون و 800 في الشهر، وديروا الرحلات، راكو في امريكا، راكو في تركيا، راكو في سال دي جول، وقلت تكمل 6 سنين الملاقاه راح ما تكون دارت على من تولي. انت مالك دورة سي اخ نوش، لا شعب ولا مواطنين ولا والو. انت ولدك راك تقري في امريكان، وحنا يا راك دايرنا الاضرابات، والله ما يقراو نهار. وانت ولدك راه يقرا في ميريكان، ما تواش انا غادي يخرج واش بيلوت واش حتى هو غادي يولي وزير بحالك تاع الملك خرويد، ما رانيش عارف انا. اشوف السي اخ نوش، اما راكش مريرق روحك، راك خرجت على الشعب، تقدر تدفع الاستقاله وراك رابح. انت داير كي الدبون تاع الجزائر، المازوت طلع المازوت هو الناس تخدموا دير المشاريع، وانت تبالي المازوت افريقيا ها الرحلات ها المكارون. انا عارفين باللي المازوت تاعك، وتقول لهم انا ما نخدم، من نخدم ما نخلص ما نديش. ها راك ما تديش في الشهريه، بصح في الهديك راك تدي مليار في النهار. احنا عمر وصلنا عندنا هاد الاسعار. اول وزير واخر وزير اللي خرج على المواطنين وعلى الشعب المغربي هو انت السي اخ نوش. ما راكش مريقل، والله ما راكش مريقل سنتيم، راك علينا غير طلع السلعه، طلعت السلعه هودت الاسعار غادي تختفض. فين هاد الاختفاض؟ فين هاد الاختفاض؟ قلت له اللحوم الحمراء غادي تهود. اللحوم الحمراء هودت؟ احفر راه داير فيه اللحم 100 درهم ولا مقل 100 درهم لا كليته، والدجاج 18 درهم والله ما كانت 18 لا غزيته، والجوري والله ما كاين مينوت. الزيت دايره 9500، انت الزيتون 8000. واش غادي نقول لك اوليدي؟ الا كان قلبك ترطب وشفتك الدراوش هلا واحد حن بقلبك. اولا راك سيفت ولادك الميريكان، وحنا ديرنا هنا الاضراب في المغرب. اخلي سيدنا يسيرنا خويا، خرج يا ريت. اما حددنا سيدنا الله يطول عمره هو يريق لنا التلاميذ، يريق الاسعار، يريق الراميد، يريق الدعم. انت يا غيريح، انت الصلاه ما قدرتش تصلي في ليله القدر وباغي تسير 40 مليون؟ ما يمكنش هذه. انت راك ما قدرتش تصلي صح الصلاه، ما قدرتش تصلي ليله القدر وتسير 40 مليون تاع المغرب؟ راك ما رانيش عارف هذا التخربيق اللي راك ديرنا نتايا. اول وزير اللي خرج علينا تاع الحكومه هو انت. كانت الزيت نديوها ب 50 درهم. المازوت كنا نديرو حتى للستاسيون حتى للبومبات بقات زله، درك 15 درهم للجغمه. مالك اصاحبي؟ ما راكش شايف هاد الاسعار؟ ما راكش تشوف هاد المشاكل نتاع الجفاف ونتاع الازمه اللي ما كايناش الخدمه؟
وانت غي زيد 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 على خاطر ترك تجبد بلا كارت كيشي وتاكل بلا انترنت. لو كان راك تمشي تخدم في البطاطا وفي البصله وتبات الجان شوي تردق لك في يديك تعرف حق الدراهم شحال يسواو. بصح انت ولد عمي 47 مليون ستاسيون ديالك 47 القطار ديالك اما تدورش انت قال المساكين والله ما حتى مين تمشي ترقد والله ما تستغفرها عاد غادي تفكر انت في المساكين والله فيهم والله فيهم ما والله فيهم ما تدور ولكن راه غادي رب العالمين غادي جاي يساويها واحد سي اخ نوش تبقى على خير وتهلا في راسك واكلها فين تجيك تحيا سيدنا.